الحصة الثانية عطيناكم أمس يا صنهات أنت شلوي أن تحفظون النشيد، هل حفظتم؟ مالك لواء. إيش معنى مالك لواء هذا؟ يعني نحن معانا لواء الحين. حفظت يا شلوي؟ بالله هاو الأستاذ. بالله لو تفضل تجي هنا أستاذ، أنا ما عشيت لكم أي ولد عم صنعات. يا أخي تراك أزعجت ولد عمك هذا. يا أستاذ أنا وياه من يوم كنا صغار وحنا عيالان هذا النشيد سوا. يلا بسرعة 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 يلا. رد معي. أرد معك. الرجال يشيلونك، الرجال يشيلونك. ما أظن فكر منهم ذولي. أنا يكفي شايلين همكم دحين، شو نشيلكم؟ بس بس يا شباب اسمعوا النشيد، اسمعوا النشيد. تفضل. يا سلامي على من تونا عد فرقة الثريا والخريف، عد فرقة الثريا والخريف، ثم افتح الباب يمرح حبنا نخمر قليلين وقلم بعرف. يلا يلا يلا. يا استاذ زين النشيد هذا، نشيد هذا زينه. ارجعك بجس. سلمت سلمت يا ولد عمي. استر استر تريح تريح. يا استاذ هذه شلوي وصنحات 0/10. افا احسنت شلوي. مالت عليك والله كثير يا استاذ. شلوي بالله توحي الوحي بالله وحي. عندك شيء يا اخ؟ شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ اسمي مكتوب في الكاش. انا عارف بس ايش اسمك؟ اسمي الكابتن قايد. الكابتن قايد ورحمة الله وبركاته. شكلك تحب اللكاع انت. قم قم قم. اقوم. نعم عندك نشيد تفضل. بما انك يعني مسجد ما تمشي يا اخي. تعال هنا لو سمحت. هنا هنا لو سمحت. بالله فر شوي. ايوه تفضل. ايش تشتي يا استاذ؟ اللي تحفظ من النشيد. انا استحي من شلاويح وصنهات. لا 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 تستحي يا ابني. يعني المدرسة عادي. المدرسة ما فيها حياة. عادي. نعم عادي. خذ راحتك خذ راحتك. اللي اسف ايش النبريكا. ايوه ايوه. لا تغشه. لا ابدا. يا استاذ. نعم. هذه قصيدة عصماء حفظتني اياها امي لما كنت صغير. ما شاء الله ما شاء الله. الحج علي قاسم. ايوه. والتين الروضه. ايوه. عند ماما نجله. ايوه. تهب لي موزه. ايوه. الحج علي قاسم. ايوه. والتين الروضه. ايوه. عند ماما نجله. ايوه. تهب لي موزه. ايوه. الحج علي قاسم. ايوه. والتين الروضه. ايوه. احسنت احسنت. ايوه. تهب لي موزه. ايوه. اربع شلوا الجمل والجمل ما جلهم. اربع شلوا الجمل والجمل ما جلهم. أربعة شلوا الجمل والجبل ما شلهم. صنهات أتركهم شر صنهات قدام بشر صنهات. 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 قدام بشر صنهات ولا لا 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 احسنت احسنت بارك الله فيك. اكسر اشر 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 اكسر اشر اكسر اشر اكسر اشر. بس ذكرتنا ايام العرضات في اليمن. الله اجلس. احسنت قايد 30 درجه. افا زود يا استاذ زود يا قليل. بما انك يعني دبيت الروح في الشباب يعني جزاك الله خير ما قصرت. ان شاء الله شاء ادبه في المدرسه كله. جزاك الله نبغاك في الاذاعه المدرسيه. نعم عندك شيء يا ابو مرتضى؟ انا؟ اي نعم. شنو يعني؟ هل لديك نشيد؟ نعم. تفضل. كان عندي نشيد وطاح مني. شنو طاح منك؟ يا استاذ نحن نعم. كنا ثلاثة. انا واخي ابو مرتضى ونشيد. ركبنا ليموزين. نعم. أنا وأخي أبو مرتضى نزلنا عندكم والنشيد راح مع الليموزين. عندك نشيد؟ يعني كيف نشيد يا أستاذ؟ ما تسهل يا أخي. يعني أبيات من الشعر. أيوة أنا عندي شعر. تفضل. بس حلقته. أستاذ ما عندنا ثلاثة الأستاذ ما عنده شعر. أستاذ أخي أبو مرتضى ما يكذبش. يا ابني فرق بين شعر وشعر. الشعر
شعر شعر أبيات النشيد فهمت؟ أخي أي هذه الذي ذا الحين أي. هذا نشيد اشتي زيمة بالله ترجم له يا أي فهمت فهمت؟ أي قبله واحدة عطنا نشيد عندي نشيدة حزينة حزينة هكذا هكذا أنت يا أبو مرتضى تحب البكاوي